صورة الأسد اللي انتشرت على المواقع الاجتماعية والفيسبوك وكده، وبيدعوا إن الأسد ده موجود في حديقة حيوان الجيزة. فيعني طبعا احنا بس يعني رجاء يعني الكلمة أمانة وضمير، والصورة أمانة وضمير، فاللي بينشر خبر يعني يشوف مصادره صح عشان يبقى الخبر في صحة الخبر المطلوبة في الموضوع. لكن أنا ما أجيبش أي صورة من أي حتة وأروح جاي حاططها على الصفحة بتاعتي وأقول دي في حديقة حيوان الجيزة. هل الغرض منها يعني مجرد المهاجمة؟ هل الغرض منها عملية إحباط للمواطنين إن مفيش حاجة جيدة بشكل عام في البلد؟ لكن الحمد لله يعني الآخرين اللي دافعوا عنا مش احنا اللي دافعنا عن نفسينا، وفعلا كذبوا الخبر وقالوا إن الصورة ديت منشورة في أسد موجود في اليمن. الحمد لله احنا الحالة العامة بشكل عام للحيوانات، وإذا كنا هنتكلم بشكل خاص عن الأسود، حالة جيدة، الطعام أو التغذية كافية جدا بالنسبة لهم، التطعيمات، الرعاية الصحية، الأدوية، أي مشاكل صحية. بالتأكيد أنا كحديقة حيوان وعندي حيوانات في مشاكل صحية بتقابلني، سرعة التعامل معها، توفير الأدوية اللازمة، توفير التحصينات اللازمة، دي بتعمل لي نوع من الحماية لجميع حيواناتي مش الأسد بس يعني.